وقوفا أعمل مكالمة هي الأهم الآن، وهي حديث الساعة أو حديث الصباح والمساء. معايا على الهاتف النجم الكبير الأسطورة محمود الخطيب. كابتن بيبو أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا كابتن أحمد، ازيك؟ ازيك كابتن، ازي صحتك؟ والله الحمد لله كله بخير الحمد لله. ما تردد في الأيام القليلة الماضية أنه النادي الأهلي لا يمكن أن يفرط في نجمه الكبير كابتن محمود الخطيب، وان الخطيب هو رئيس لجنة الكرة. هذا الكلام كان على لسان عضو مجلس ادارة الحاج محمد عبد الوهاب، وكلام كتير جدا موجود في الصحف. عايزين نسمع، هل كلموك؟ هل تم الاتصال؟ متى سيتولى محمود الخطيب المسؤولية، وهل هيتولاها من الاصل ام لا؟ يعني طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. الاول احمد، انا قبل ما اتكلم في اي حاجة، انا عايز الاول يعني اهني اخويا كابتن حسن شحاتة. كان سؤال تاني والله. والله كان سؤال تاني. خليه ده الاولاني يعني. ده لقب زي ما انا يمكن قلت على احتفالية النادي الاهلي، ان يجب ان على كل انسان يعني مصري وعربي وافريقي يفخر بالنادي الاهلي لما حققه. دلوقتي بقول برضه للكابتن حسن شحاتة، يجب علينا جميعا كمصريين وكعرب نفخر بما استحق هذا الرجل الحقيقة. وده شيء يفخر بيه جميعا ويسعدنا جميعا. نعم. لجنة الكرة وكابتن محمود الخطيب، سؤال الساعة. احمد، انا يمكن طبعا الناس كلها عارفة الحقيقة من فترة طويلة جدا، انا يمكن كان عندي للاسف الثلاث سنين اللي فاتوا كان عندي بعض المشاكل الصحية، منها العملية بتاعت دماغي، وبعدين عمليتين في ظهري، وبعدين جالي حاجة كمان في رقبتي كده بتسبب لي دوخة مستمرة بقالي بتاع سنة وشوية. الدوخة دي بتيجي ثواني كده وبتقلق الناس وبتقلقني انا شخصيا. كنت فاكر ان هي من دماغي، من عمليه دماغي، لكن الحمد لله هي طلعت من حاجه تانية خالص، بدو عظمي كده في الرقبه. ده اللي خدت حقنه في رقبتي من حوالي شهرين، ثلاث اشهر. كان المفروض اخد حقنه كل شهرين، انا اتاخرت شويه في الحقنه ديت، لكن برجع بالذاكره تاني الفتره اللي فاتت، لان كان الدكتور طلب مني ان احنا ان انا يعني ابعد اي ضغوط عصبيه بعد عمليه دماغي بالتحديد. اي مجهود ذهني، مجهود ذهني كمان بيبقى بالنسبه لي مش مظبط قوي. نعم. لكن الحمد لله الفتره اللي فاتت عدت، وكنت من الصعب ان انا ابعد. دلوقتي انا محتاج الحقيقه استريح، ومحتاج ان انا اتعالج، ومحتاج ان انا اخد الحقنه الثانيه. المفروض اخد ثلاث حقن اذا الدوخه مستمره. بعد الحقنه الثالثه لو في استمرار لنفس الدوخه ديت، يبقى لازم يبقى في زي جراحه كده في الرقبه. يعني على فكره انا عملت برضه عمليه في رقبتي سنه 99 لو اتذكر يعني. نعم. بس فانا محتاج فعلا اخد فتره راحه بقى. انا فعلا بقالي فتره طويله يعني محتاج ذهني يستريح، محتاج مجهودي يقل شويه. فانا شايف ان دي فرصه كويسه بالنسبه لي دلوقتي ان انا اخد بالي من صحتي شويه. وان انا محتاج سنه كده ابعد خالص يعني. سنه؟ لان انا محتاج الكلام ده، كنت لازم اعمله من ثلاث سنين. انا ما عملتوش. دلوقتي عندي الفرصه ديت، فده بالنسبه لي يعني اعتقد ان هي الفرصه اللي انا محتاجها دلوقتي يعني. انا بقى استريح شويه، وبالتالي تبقى اعتذرت على رئاسه لجنه الكره في النادي الاهلي. ما اعتذرتش يا حبيبي ولا حاجه، ولا حد كان حد كلمني وحد كلفني بحاجه. لكن طبعا كلهم، انا متاكد النادي الاهلي مليء بالكفاءات الحاليه واللي موجوده دلوقتي في الاداره، ومليء بالكفاءات يعني المنتمين كلهم للنادي من خارج مجلس اداره. فان شاء الله كلهم يعني اعتقد عندهم من القدره ان شاء الله يقود النادي كويس. اذا طلبوا منك المشوره او العون بصفتك كابتن الخطيب، راجل نجم كبير وراجل ايضا اداري كبير، وكان ليك دور كبير جدا في مجلس الاداره، مكتب التنفيذي كنت رئيسه، وايضا في لجنه الكوره، هل ممكن يعني تقدم المشوره والعون لمجلس اداره النادي الاهلي يا كابتن؟ مش حاسس فيها ابدا ابدا يعني. مسؤولين او جماهير، واحد دلوقتي من جمهور النادي الاهلي يعني، واحد احنا نفس واحد من جمهور الاهلي دلوقتي يعني. حد فينا اتاخر لو طلب منه اي حاجه، لكن انا لظروفي اللي انا قلت لك عليها ولظروف الناس عارفاها، انا محتاج فعلا استريح شويه الفتره ديت. وانا يمكن استني بس ان الدكتور يقول لي الميعاد امتى ان انا اخد فيه الحقنات الثانيه بتاعت رقبتي. مجرد بعد كده بقى ان شاء الله، لما واعتقد ان زي ما قلت ان الكفاءات كثيره جدا موجوده، ممكن ان هي تقود النادي يعني ان شاء الله. كابتن محمود، شفنا الكابتن حسن وبتوجه بالتهنئه لمجلس الاداره الجديد، هل حصل لقاء بينك وبين حد من مجلس الاداره الجديد، المهندس محمود طاهر او حد من المجلس، ولا ما حصلش؟ كلهم يعني الحقيقه يمكن برضه هي فرصه
احنا جميعا في النادي الاهلي طبعا بدايه بس نشكر برضه الجمعيه العموميه اللي حرصها الكامل للنادي الاهلي، حرصها الكامل ان هي تكون ليها دور في قياده ناديها، وده الشيء اللي كنا بنسعى عليه من زمان جدا. تكون الجمعيه العموميه هي اللي بتضع حتى اللائحه الخاصه لانتخابات النادي الاهلي، برضه الجمعيه العموميه هي اللي تقوم بالدور ده. في لائحه موجوده دلوقتي، اعتقد بعد ما تدرس كويس ممكن قوي ان يكون الجمعيه العموميه ليها دور كبير فيها. لكن الجمعيه العموميه بتاعت النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي اعتقد ان هم حريصين جدا جدا لقياده ناديهم دايما، وحرصهم في الانتخابات اللي فاتت وتواجدهم بهذه الكثافه اعتقد ان ده يطمننا على النادي ان هم واخدين بالهم وان هم محتاجين يكونوا يعني ليهم دور كبير في قياده ناديهم. فانا بشكرهم جدا وبشكر كل الناس اللي دخلت الانتخابات، كلهم حريصين كلهم حريصين ان هم يعني يكونوا في خدمه ناديهم. من لم يحالفه الحظ ما وفقش بنشكره جدا، من وفق فكلنا جنبهم وكلنا هنساعدهم وكل الناس هتساعدهم. يمكن برضه من الحاجات اللي اسعدتني كمان الحقيقه بعد الانتخابات ان القايمه واحده نجحت، كلها فكر واحد كلها رؤى واحده، فاعتقد ده يمكن يساعدهم ان شاء الله على النجاح. ويعني كلنا واقفين جنبهم باذن الله. طيب كلكم واقفين جنبهم، البعض قال انه في يمكن حد هيرفع قضايا وطعون ضد مجلس الاداره الجديد. كابتن احمد ما تدخلنيش انا في الحاجات دي، انا عم ولا لا مش انت لا يعني تنصحهم بايه؟ لا يعني انا تنصح بايه اللي عايز يرفع قضايا؟ هل انا ما بحبش حد يقول لي البعض قال والبعض، انا ولا بسمع يعني لما اسمع حاجه واعرفها اقول لا في ترد. بالعكس في قضيه اترفعت بالامس يا كابتن محمود، هل من مش من الافضل استقرار المجلس والنادي ويدوا فرصه الناس تشتغلوا الفتره القادمه يا كابتن محمود؟ طبعا طبيعي جدا، خلاص ده نتيجه انتخابات، والانتخابات خلاص عملته الناس تولوا المسؤوليه، لازم كل الناس لازم تساعدهم على اساس ان ده في النهايه سعادة النادي الاهلي ده او نجاح النادي الاهلي بيسعدنا كلنا، لان ده واحد حاجه محتاج زي ما قلت لك دلوقتي انا واحد من الجمهور يعني محتاج ان اجي انام بالليل. النادي الاهلي كويس في كل المجالات، اعتقد ده مش بيتمنى شيء يسعدنا جدا، وان شاء الله يمكن هو ده اللي يكون املنا جميعا. السؤال الاخير، اعلم انك كنت على وشك انهاء صفقتين قبل الانتخابات بثلاث او اربع ايام دون ذكر اسماء، هل انتهوا يا كابتن محمود؟ يعني مش انا مش محمود اللي على وشك، يعني عندنا كان في لجنه كوره، لجنه كوره بتقول لوحدها، لجنه الكوره في ناس ممثله بتقرا لجنه الكوره تاخد قرار في عده تركيزه. الكلام ده كان عند الاستاذ عادل الطيعي مع كابتن هادي خشبه، هم اللي كانوا مسؤولين عن تنفيذ قرارات كانت الكوره. وصلوا ايه بقى في الفتره ديت؟ واعتقد ده هيتحط قدام كابتن محمود الخطيب النجم الكبير نائب رئيس النادي الأهلي السابق، أشكرك شكرا جزيلا.